وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي هو في سبيله ويطلب منه طلبا واقعيا يستجيب دعاه ويعطيه أمله. وأكو في الأحاديث أطلب من الله سبحانه وتعالى طلب من يعرف أن حاجته وراء الباب. فالإنسان الواجب عليه أن يكون متوكلا على الله في جميع شؤونه. ذات مرة أحد الطلبة في كربلاء، قصة مشهورة، هذا 6 أشهر يطلب من الإمام الحسين والعباس عليهما الصلاة والسلام أن يزوجه الله سبحانه وتعالى، وهو فقير ولا يتزوج ولا يذهب فقره. ذات مرة كان في حرم العباس عليه الصلاة والسلام، شفر المعادي أجى وأخذ الحاجة فورا، هذا زعل. أجى للعباس عليه الصلاة والسلام، ودع العباس ودع الحسين، قال أنا أروح إلى ريفي في إيران. أجى للنجف حتى يودع الإمام أمير المؤمنين لأن هو معتقد لكن زعلان، ويروح دخل باب الصحن، الشيخ المرضى الأنصاري صاحب المكاسب قاعد في أحد الأيوانات، الشيخ صاحب وهو ما يعرف الشيخ والشيخ ما يعرفه. الشيخ قال الإنسان هالشكل يتكلم مع الحسين والعباس، هذا أخذ فلوس روح تزوج به. هو هواي ندم. كلامنا في هالموضوع أنه كيف قضيت حاجته يوم اللي حقيقة راح وطلب الحاجة. الشيخ المرتضى أيضا من أين عرف؟ الله العالم. فاليوم اللي إنسان حقيقة يروح، الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهم خلفاء الله سبحانه وتعالى حقيقة يعطون حاجة في بر أو بحر، ماكو فرق. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء وكل الأمور بيده، لكن يحتاج إنسان حقيقي يروح إلى الله سبحانه وتعالى. فالهدف لما كان إلهيا يجب على الإنسان أن يطلب الهدف من الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه، توكل يرى أمامه الحاجة، مو توكل إنسان عادي ودعاء عادي. قسم من الناس من كلامهم متبين يقول ما يصير، مو ممكن، مو معقول، هذه مثاليات، يعني هذا ما عاد يتوكل على الله. هو يتصور أن كل الأمور بالأشياء المادية والأشياء الظاهرية والأسباب العادية تقضى. ولهذا شوفوا بينه وبين التقدم مأيوس، لأن هذا مو متوكل واقع. الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، يعني هو الذي يجعل السبب سببا. من جعل النار سببا للطبخ؟ من جعل الثلج سببا للبرودة؟ من جعل السكين سببا للقطع؟ كله الله. من أحيانا؟ الله. من كوننا؟ الله. من جعلنا ذكور؟ الله. من جعلنا كاملين في عيننا وأذننا ولساننا ويدنا ورجلنا وسائر جوارحنا وعقلنا؟ الله. فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، كل شيء.